علي ظلام هسه هو مشتغل. انتبهوا زين عليه، شوف شلون راح يشتغل. ينطق، شوف شوف النقطة الأولى، عندك إضاءة قوية، إضاءة خفيفة، وعندك هيك إضاءة. عندك هذه إضاءة المستوى الأول، عندك هنا تضغط مرة ثانية. يلا السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا كرتون مال مصباح الحدائق يشتغل على الطاقة الشمسية. الكود مال هاي البضاعة YB15. الكرتون يحتوي على 50 قطعة، سعر قطعة دولارين و55. تعالوا نشوفكم هسه البضاعة. هذا الكرتون الخارجي مالته ينطق مع 3 قطع، المصباح، وهذه قاعدة أولى تشكلها بهاي الطريقة. بعد عندك هذه تشكلها هنا وتخليه بالتراب. هذا يشتغل على الحساس مباشرة، يشتغل على حساس الضوء. هسه أنا أغطيه، شوف شلون راح يشتغل، يعطيك هذا اللون، لون كلش حلو. يعني هذا المصباح استخدام مالته فقط حدائق. شوف شوف النقش مالته شلون، النقش مالته كلش حلو. طبعا يشتغل على الطاقة الشمسية، هذه هي الخلية مال الطاقة الشمسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يلا السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا مصباح يدوي، الكرتون يحتوي على 240 قطعة، سعر قطعة دولار 90 سنت. هسه تعالوا نشوفكم اياه. بس في الكرتون الخارجي مالته يجيب هذا الشكل، هذا كرتون خارجي، تفتحه ينطيك هذا المصباح اليدوي. عندك طريقتين على مود تشغله، يا اما تشغله بالبطارية يشيل 3 بطاريات حجم صغير، او شكله توصيل مباشر على الكهرباء. هسه انا عندي واحد مشكل على الكهرباء، شوف توصيل مباشر عن طريق كيبل USB. تضغط هاي الضغطة الأولى، عندك إضاءة قوية، إضاءة خفيفة، وعندك هيك إضاءة. بس هذا مصباح يدوي ينحمل بهاي الطريقة. هذا تاخذه تخليه بالسيارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا هذا المصباح مال الطاقة الشمسية، الكود مال البضاعة YB18. سعر قطعة 4 دولارات بدون شحن. أقل كمية ممكن تاخذ 1 كرتون، الكرتون يحتوي على 50 قطعة. بس الكرتون الخارجي هو هذا، يجي بالضبط هو هذا الكرتون الخارجي مال المصباح. هسا تعالوا نشوفكم شنو يجي داخل الكرتون. أول شيء ينطوك واحد ريموت على مود تشغل المصباح عن بعد، تتحكم به عن بعد. القطعة الثانية ينطوك قاعدة، قاعدة مع البراغي مالته على مود تبته بالجدار. وتبقى آخر قطعة ينطوك هذا هو المصباح. طبعا هذا الموديل YB18 ب 12 الفتحة مال الإضاءة، 12 الفتحة. طبعا يشتغل عن طريق الحساس. هسا بما انه هسا اضاءة ما يشتغل، عندنا ضوء بالمستودع. هسا انا احاول اسوي عليه ظلام يشتغل مباشرة. يعني صراحة الاضاءة مالته كلش قوية، انت ما جاي معكم الفيديو لكن الاضاءة مالته كلش قوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا هذا مصباح مال الطاقة الشمسية، الكود مال البضاعة YB16، سعر قطعة 4 دولارات بدون شحن. اقل كمية ممكن تاخذ 1 كرتون، الكرتون يحتوي على 50 قطعة، يعني الكرتون عليك ب 200 دولار. تعالوا هسه نشوفكم الكرتون الخارجي مالته. هذا كرتون خارجي. بالنسبة لداخل الكرتون ينطوكم أول شيء المصباح اللي هو هذا، يشتغل طبعا عن طريق الحساس. هسه بما أنه إضاءة ما يشتغل، أسوي عليه ظلام، هسه هو مشتغل. انتبهوا زين على هذا المصباح، هذا ب 6 فتحات مال الإضاءة، لأنه يكون نوع ثاني ب 12. هذا ب 6 فتحات مال الإضاءة. ينطوكم بعد ويا المصباح ينطوكم 2 قاعدات عمود تبته بالجدار، وينطوك حتى من البراغي عمود تبته بسهولة، وينطوكم ريموت على مود تتحكم فيه من بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا هذا المصباح مال الطاقة الشمسية، الكرتون يحتوي على 72 قطعة، الكود مال البضاعة YB22، سعر القطعة دولارين ونص بدون شحن. هذا هو الكرتون الخارجي مالته، يجي بهاي الطريقة. هسه تعالوا نشوفكم المصباح. هذا طبعا المصباح بشنقل يتعلق، يشتغل على الطاقة الشمسية ويشتغل توصيل مباشر، يعني ممكن ينشحن بالطاقة الشمسية أو ينشحن بالكهرباء عن طريق توصيل مباشر. إضاءة مالته LED كلش حلوة. عندك هذه إضاءة المستوى الأول، عندك هنا تضغط مرة ثانية إضاءة مستوى وسط، إضاءة قوية. عندك هذه النوع من الإضاءة، وعندك هذه همين،
طبعا بالنسبه لهذا شوف في هنا فوق بخليه مال الطاقه الشمسيه، يعني شنو ممكن هذا هو بالليل يشتغل وبالصباح ينشحن، ممكن تشحنه مثلا عن طريق طاقه شمسيه او تشحنه عن طريق الكيبل، كله ممكن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.